أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم جميعا. كيف كانت إمتى تبلغتوا بخروجك من السجن وكيف كانت طريقة التبليغ؟ اليوم الصبح احنا كنا متوقعين وكنا لابسينهم جاهزين حالنا فاجوا على طول شحطوا. كيف توقعتوا؟ كيف توقعنا؟ ما لما بلشت الصفقة خلص يعني بنعرف الأسرات القديمات فكنا مجهزين حالنا. طب بالطريق من سجن الدمون لسجن عوفر كيف كانت الطريق؟ كيف تعاملوا معكم الجنود؟ في الطريق لا عادي يعني هو التضييقات كانت في السجن نفسه تفتيش عاري وضيقوا علينا كثير وشحط ويعني الكلبشات هيك فبشحط واحد شحط كأنه يمشي وراهم فاليوم في سجان كان شحطني وراه أنا ظلت ماشي جنبه عشان ما قلت له بمشيش وراك فضيق الكلبشات ولوى إيدي لوي عشان بديني أمشي وراه غصب عني بس ما مشي. طب وكيف وضع الأسيرات في السجون؟ كثير صعب كثير صعب وضيقوا عليهم كثير ممنعوهم يطلعوا فورا فيش نفس فيش أكل الأكل اللي بالعشرة بيجيبوا يوزعوا على 80 بنت فوضعنا جدا مزري والبنات اللي بمرضن وفيك بنات كثير يعني اغمى عليهن لان الضغط نزل والسكر نزل بيطلعوهن على العيادة وبس الدكتورة بتقولهم اشربوا مي هذا هو الدواء هذا هو بزيادة علينا بقى الدواء هو الماء وحتى مش الدكتورة اللي بتحكي الدكتورة بتخلي الخفاش هو اللي يحكي اللي هو الممرض يعني او المسعف فهي ما بتكلف حالها دي. كنتوا تعرفوا اي شيء بالاخبار من 7 اكتوبر؟ هم أخذوا الراديوهات مننا وأخذوا التلفزيون من أول يوم والبلاطة وكل الأدوات فكنا مخبين كم من راديو بس برضو رجعوا ولموهن فيعني إحنا مش كل الأخبار بنعرف وزي ما حكينا لموا راديوهات كمان مرة كنا مخبين الأساس. تعرضوا الأسيرات للضرب خلال هاي الفترة؟ ورشونا غاز وضربوا الأسيرات وعزلوا كم وحدة فوضعنا كان صعب عن جد. طب وكانوا دائما وكانوا دائما الضباط يحكوا لنا إحنا ترفعوش صوتكم إحنا معنا الضوء الأخضر نسوي أي شيء. طب إيه لما تم اعتقالك كم كان عمري؟ 20. واليوم قد ايه عمرك؟ يعني 29 28 ونص 29. 8 سنوات في سجون الاحتلال. كنت بتدرسي بالجامعة؟ انجليزي. والان شو احلامك؟ لا بدي اطلع اكمل تعليمي. انا طبعا اخذت شهادة خدمة اجتماعية في السجن بس ناوي اكمل يعني اكملت الدراسة في سجون الاحتلال. والفضل لخالدة جرار اللي صرت على ان الاسيرات يتعلم انه ياخذ بكالوريوس في السجن. والان شو بدك تكملي؟ لا بدك تكمل يعني كثير شغله. طب ايش الرساله اللي بتقوليها للفلسطينيين لاهالي الاسرى لغزه؟ لاهالي الاسرى ان يعني شكرا لهم وعلى انهم تحملوا الظروف اللي كانوا فيها اولادهم لاننا بنعرف احنا كاسرى ما كنا بس نتعب عشاننا كنا عارفين ان اهلنا هم التعبين اكثر مننا فالشيء كثير صعب عليهم.